نعم علي، نحن الآن في الحي الآخر من بلدة معلولة. بالطبع تقدمنا إلى الأطراف حيث ما زالت تتواصل عمليات الجيش السوري. هذا الحي قد قام الجيش بتنظيفه. ما أريد أن نظهره الآن في الكاميرا، كما تلاحظ معي إحدى الكنائس في هذا الاتجاه وقد تعرضت إلى عمليات تخريب في هذه المنطقة، وهذه الأديرة هنا التي تتواجد فيها بعض يعني رجال الدين المسيحيات، يتواجدنا هنا يعني بعض الأمهات وبالإضافة إلى بعض المدنيين. كان هذه المنطقة هنا كانت تتواجد المجموعات المسلحة ويقومون بعمليات القنص في هذه المنطقة. لاحظ معي حتى تمثال السيدة مريم عليها السلام في هذا المكان. هذا الحي بالطبع كانت هنا تتواجد المجموعات المسلحة، واستطاع الجيش السوري أن يقوم بعملية تنظيف كل هذه المنطقة. وحسب الصورة التي سنظهرها الآن كذلك علي، تظهر يعني طبيعة المنطقة ويعني صعوبة المنطقة بالإضافة إلى الأحياء. هذه الأحياء من هذه الجهة التي نريد أن نشاهدها الآن كلها أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري، كلها أصبحت يعني منظفة، وكل هذه التلال من هذه الجهة كذلك قام الجيش السوري بتنظيفها. أنا أحاول أن أعطيك الصورة من عدة اتجاهات لنؤكد أن أكثر من 90% بالكامل الآن تحت سيطرة الجيش السوري. فقط الحي من الجهة الأخرى، فقط بعض القناصين الآن، يعني حتى بعض الضباط الآن أكد لي بأنهم وصلوا إلى أعلى القمة، لكن يتعاملون الآن مع بعض القناصين، ويمكن لنا أن نذهب، لكن طلب منا فقط أن تكون هناك بعض يعني الساعات، وربما في الغد تستقبل عملية التنظيف من هذا الاتجاه. طبعا لاحظ معي طبيعة المنطقة وصعوبة المنطقة، وهذا يعتبر إنجاز كبير للجيش السوري في هذه المرحلة بالذات، عندما استطاع فعلا بهذه الفترة أن يقوم بتنظيف هذه المنطقة من تواجد المجموعات المسلحة. طيب حسين، هل التقيت ربما ببعض السكان أو الراهبات مثلا؟ لأنه هم تعرضوا خلال الأيام الماضية لاحتجاز من قبل الجماعات المسلحة. نعم علي، الراهبات سنحاول بعد المباشر أن نذهب للقائهن. يتواجدنا في أحد الأديرة في هذا المكان، يتواجدنا الآن في هذا المكان حسب أحد الجنود الذين جاءوا الآن قبل قليل من هذا المكان، من هذا الدير ومن هذه الكنيسة. أكد لي بأنه حتى هناك أطفال. بالطبع لصعوبة تنقل سيارة البث لم نستطع الوصول إلى هناك، سنحاول يعني أن نجري معهم بعض المقابلات أو نقوم بعملية تصوير. كانت المجموعات المسلحة تحتجزهم في هذا المكان، وحتى يعني إحداهن أكدت لنا وأكدت لي البعض بأن المسلحين هم من أجبروهن على الحديث مع بعض وسائل الإعلام، بالتحديد فيما يتعلق بأنهم يعني طبيعة التعامل هذه المجموعات المسلحة مع المدنيين في هذه المنطقة. نعم، على كل حال يحكى بأنه يعني أجبروهم على الحديث، والمسدس موجه إلى رؤوسهم. للمزيد من أي تطورات سنكون وتوفينا بها حسين مرتضى من قلب بلدة معلولة، شكرا جزيلا.